خطف فريق ناشئي الأهلي مواليد 2006 الأنظار بقوة بعد أداء رائع ومميز على مدار موسم كامل كان نتيجته التتويج بلقب بطولة الجمهورية، وحقق الفريق اللقب بعد أن حصد 74 نقطة حيث خاض 31 مباراة، فاز في 23 وتعادل في 5 وخسر في 3 مواجهات، وأحرز لاعبوه 81 هدفا ومني مرمهم ب30 هدفا، بينما جاء المقاولون العرب في المركز الثاني برصيد 70 نقطة. ويعد فريق ناشئي الأهلي الأقوى هجوما، ونجح سامر عبد الرحمن المدير الفني للفريق في قيادة لاعبيه لتحقيق البطولة بعد موسم طويل للغاية مع معاونيه أحمد رؤوف ومحمد فتوح. ولد سامر عبد الرحمن بالقاهرة وتحديدا في حي المعادي عام 1974، وقبل أن يكمل عامه 13 تسببت الإصابة اللعينة في حرمانه من استكمال مشواره الذي كان يتوقع له الكثيرون أن يكون رائعا، لينتقل إلى الشرقية للدخان ثم إصابة جديدة بالرباط الصليبي، وانتقل بعدما عاد منها إلى غزل المحلة ثم تجربة لمدة عام في الدوري الأمريكي قبل أن يعود ليتنقل بين عدد من الأندية. اعتزل كرة القدم في تجربته الأخيرة بأمريكا ليتجه إلى التدريب، حيث خاض عدة تجارب بالمملكة العربية السعودية، فقاد كل من القادسية والجيل والترجي والرياض، وعاد لبيته الأهلي ليقود فريق مواليد 2006 بقطاع الناشئين بالأهلي. وبعد قيادته فريق ناشئي الأهلي لبطولة الجمهورية، اليوم في الأشبال نحتفي بسامر عبد الرحمن ونجوم 2006 بالقلعة الحمراء. أهلا بحضراتكم من جديد. ضيف النهاردة واحد من المدربين المميزين داخل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، بالنتائج وبالأرقام وكمان بالكرة الحلوة اللي فرقته بتقدمها ومتعونا السنة دي على مدار الموسم، وزعنا لهم مباريات كتير فريق 2006، كابتن سامر عبد الرحمن مشرفنا ومنورنا وألف مبروك على بطولة الدوري. أهلا بيك كابتن أسامة، بشكرك طبعا على الاستضافة، ألقيت الضوء علينا الموسم ده بصفة كبيرة جدا جدا، زعت لنا ماتشات كتير، ظهرت الفريق واللعيبة، أشكرك طبعا على المتابعة الدائمة للفريق والمساندة طول الموسم. واحد أيضا من نجوم الفريق وواحد من اللعيبة اللي احنا بنتوسم فيهم خير ويكون واحد من يعني لعيبة الدرجة الأولى قريبا، عمر سيد معوض، شرفنا منورنا عمر. ازي حضرتك يا كابتن أسامة، طبعا متشرف إن أنا موجود مع حضرتك هنا ومتشرف إن أنا طالع على قناة الأهلي. قول لي يا عمر، سيد معوض قال لك اي حاجه قبل ما تجي لنا على الهواء؟ لا خالص، سايبني براحتك. سايبني براحتك. لا تمام. نبدا بقى بالمدير الفني الكابتن سامر عبد الرحمن. كابتن سامر، بطوله 2006 بطوله صعبه، لكن الكره الحلوه اللي قدمها السنه دي فريق 2006 حسسنا ان البطوله ممتعه، زعنا مباريات كتير هنا، كانت دايما افكار الكابتن سامر عبد الرحمن متنوعه في كل المباريات، مفيش طريقه واحده بتلعب بيها، لا كذا طريقه، ولاعيبتك ما شاء الله فريق بيمتلك مواهب حقيقيه. من بدايه فتره الاعداد يا كابتن اسامه بنحاول نزرع في اللعيبه الالتزام والانضباط وروح النادي الاهلي، متمثله طبعا في اللعب على الفوز في كل البطولات والمباريات. قدرنا ان احنا نعمل فريق مميز، استراتيجيتنا دايما بنلعب على الفوز، دي بتتطلب طبعا مجهود كبير جدا جدا وتكتيك متغير ولاعبين جاهزين طول الموسم، تعرضنا لمواقف كتير طول الموسم، فكان عندنا لاعبين قدروا ان هم يعوضوا كل الظروف اللي احنا تعرضنا لها من اصابات لايقافات لامتحانات، الحمد لله اللاعبين كانوا على قدر المسؤوليه، فاجئوني بصراحه بالسن ان هم في السن الصغير وقدروا يطبقوا التكتيك الصعب اللي اشتغلنا بيه طول الموسم، ادينا بكذا طريقه لعب، ادينا بكذا تكتيك، فبشكرهم، بشكر اللعيبه على المجهود طول الموسم، الحمد لله ربنا كلل مجهودنا ومجهودهم بالفوز والبطوله في الاخر الموسم. عمر قول لي بقى، انا شايف هنا ما شاء الله واحد من هداف الفريق، يعني في المرتبه الاولى حسام عادل 19 هدف، ابراهيم عادل 13 هدف، في المرتبه الثالثه عمر سيد معوض 13 هدف بالتساوي مع ابراهيم عادل، وعمار وليد 11 هدف. اصعب ماتش في الدوري كان ايه؟ اصعب ماتش في الدوري كان ماتش المقاولين عندنا. مقاولين اللي احنا زعناه لكم هنا على الهواء. ده كان اصعب ماتش، لان احنا ما كانش مطلوب مننا ان احنا نكسب، بس كان مطلوب مننا ان احنا نكسب. ايوه كمان كان لازم نكسب فرق اكتر من جونين.
احنا كسبنا فرق جونين بس يعني كان لازم نكسب اكتر من كده بس الحمد لله يعني. بس وكمان الماتش ده ركبنا اول دوري تصدرتوا انتوا بعديها تصدرنا فرق 4 نقط معانا المباراه بص يعني انت المباراه اللي انت كنت بتقول عليها دي من اصعب المباريات انتوا فزتوا فيها 3-1 صح؟ ايوه كانت مباراه حلوه جدا وقتها كابتن سامر طريقه اللعب حتى انت غيرتها كذا مره في المباراه انا عايز بس اعدل في حاجه بالنسبه للاهداف يعني اعتبر ان حسام جايب 22 هدف مش 19 حسام عادل لان احنا حصل حاجه كده انفير في وسط الموسم ان هم بعد انسحاب بعد انسحاب الاتحاد لغوا النتائج ادوا فرصه طبعا للمنافس اللي هو نادي المقاولين يقرب ان هو يقرب مننا مع الاعتراف طبعا ان هو فريق مميز وعنده عناصر مميزه وجهاز فني على اعلى مستوى لكن الموقف ده واللائحه اللي اشوفها لائحه يعني غير عادله بالمره هم لغوا نتائج الدور الثاني بس يعني انت ما احنا كنا في المباراه يعني هم الموقف ده خلانا ان احنا فاضل 6 مباريات على نهايه الموسم فجأة انت الصبح بقرار بيصدر ان انت بيشيلوا منك 3 نقط المقاولين كانت عادل معاهم فشالوا منه نقطة واحدة فبالتالي الفرق قرب نقطتين في نفس الاسبوع ده احنا عملنا اسوأ مباراة لينا واتغلبنا من الانتاج الحربي في الانتاج الحربي احنا اتغلبنا 3 مباريات بس ففجأة بعد ما انت ما كنت متقدم بنقطتين لقيت نفسك متأخر بنقطتين وفاضل 6 مباريات على نهاية الموسم بسبب الموقف اللي حصل فطبعا قدرنا ان احنا نتغلب على في ال6 مباريات دول واجهنا طبعا صعوبات جامده ان انت في 6 مباريات مع بتنافس فريق مميز زي المقاولين قدرت الحمد لله ان انت ترجع تاني تتصدر وعشان كده بقول لك الاهداف اللي جابها حسام 22 والاهداف اللي احنا جبناها تعتبر 86 اكتر هدف مش 81 هدف يعني. عمر قول لي بقى بدايتك مع النادي الاهلي انت انضميت للنادي الاهلي وعندك كام سنه؟ انا انضميت وانا عندي 9 سنين رحت اختبارات ولا حد شافك ولا كابتن لا كان ساعتها كابتن امين عرابي هو اللي شافني انا كنت في دجله قبلها بعد كده هو شافني في ماتش وكان عايز يوديني الاهلي يعني انا في الاول كنت رافض عشان صحابي كلهم كانوا في دجله وما كنتش عايز اسيبهم مرتبط باصحابك كنت مرتبط باصحابي كان عندك كام سنه؟ كان عندي 8 سنين قبل ما اروح الاهلي بسنه على طول بعد كده رحنا لعبنا الاهلي هناك في مره على ارضهم وانا كنت بلعب في الماتش ده وكابتن امين عرابي قعد يقول لي هتيجي بعد كده هو اللي اقنعك كابتن امين انت عندك 8 سنين طبعا بقى بعد ما رحت وفهمت يعني النادي الاهلي ان ايه البس التيشيرت ده طبعا شرف كبير ليا ان انا البسه يعني بس جايبين لك اللقطات دلوقتي ابرز اللقطات ليكوا كانت لقطه حلوه قوي يا كابتن سامر المباراه الاخيره في مباراه زد واحنا بنشوف ممر شرفي من فرقه زد ولقطه كانت حلوه يعني لما بتشوف الكلام ده في دوريات الناشئين ونبدا نعلم ولادنا ثقافة النهارده لما بتعمل ممر شرفي للفرقة اللي فازت وتحتفل بيها كانت لقطة حلوة لكن أنا الشيء اللي زعلني لما يكون اتحاد الكورة ولجنة المسابقات وأنت النهارده بطل لازم يتم تسليم درع وتسليم جوائز للفريق البطل في الملعب تسليم جائزة الهداف لأحسن واحد هداف أحسن لاعب زي ما بنشوف بره عايز أطبق الكلام ده في دوريات الناشئين والله مش بره في أوروبا بس يا كابتن أسامة أنا أشتغل في السعودية اشتغلت 10 سنين في السعودية لو الموقف ده موجود في السعودية تلاقي اليوم ده بيبقى يوم احتفالي كبير جدا زي اللي بتشوفه في الدوريات الكبرى بالظبط كأنه فريق أول بتشوف المنصة بتشوف الكاس بتشوف توزيع الميداليات بتشوف احتفالية بتبقى كبيرة جدا بنشكر نادي زد طبعا على الموقف طيبة. وطبعا ده الهدف الاكبر من الرياضه بصفه عامه يعني نشكرهم على اللفته الطيبه دي جدا وطبعا ساعد في كده ان المباراه كنا حسمنا الدوري قبلها فكان في اجواء وروح رياضيه عاليه في المباراه عايز نروح برضو لجدول ترتيب الدوري عشان نشوف يعني بعد انتهاء طبعا الدوري وحصول النادي الاهلي على مركز اول بطوله الدوري جدول ترتيب دوري الجمهوريه الاهلي لعب 31 مباراه فوز في 23 زي ما احنا شايفين امامنا الجدول دلوقتي فوز في 23 مباراه والتعادل في 5 وهزيمه في 3 له من الاهداف 81 هدف ما شاء الله انتم متصدرين 86 يا كابتن بعد الغاء الخمس اهداف بعد انسحاب الاتحاد فبنتكلم 86 هدف وعليه 30 هدف فرق 51 يعني النقاط 74 المقاولين في المركز الثاني كان برصيد 70 نقطه الارقام يعني ارقام قويه وانت بتلعب النهارده دوري شبه الدوري الممتاز بالظبط كل الفرق الموجوده في الدوري الممتاز ارقام لو هتدل على حاجه تدل طبعا على طريقه لعب الفريق الهجوميه التكتيك الهجومي بصفه دائمه طبعا في استراتيجيه عامه ومبادئ عامه انت بتحاول تطبقها كابتن اسامه اللي هي الاستحواذ بدايه الهجمات من الخلف الانتشار الهجومي الضغط العالي
بتحاول تطبق الحاجات دي تحت اي تكتيك واي طريقه لعب واي خطه. فبالتالي انت بتلاقي ان انت في كل المباريات انت في النادي الاهلي، فتمام اللي بتلعب على الفوز، تمام اللي بتلعب بطريقه هجوميه، نحاول نربي اللاعب على الروح المكسب وفي نفس الوقت طريقه هجوميه، فتلاقي اهدافنا كتيره. لكن برضو احنا دخل فينا 30 هدف، اشوف ان كنا مع الوقت واللعب بصفه دايمه على الهجوم شوف 30 هدف برضو كتير، ده بسبب الطريقه الهجوميه اللي احنا طول الموسم بنلعب بيها. تمام عمر، قول لي بقى، واحنا هنا كنا بنذيع المباريات على قناه الاهلي وانتوا عارفين قبلها بيوم، كنتوا بتبقوا قلقانين كل واحد عايز يظهر بشكل كويس، ولا خلاص اتعودتوا ان المباريات تتذاع فواخدين الامور ببساطه كل واحد بيعمل اللي عليه؟ شفتوا التجربه دي ازاي؟ لا خالص، بالعكس، ده كانت بتبقى حاجه كويسه لينا، كانت حافز ليكم. هي كانت حافز لينا لان ماتش متذاع، في ناس كتير هيشوفوه، فانت مطلوب منك ان انت اهم حاجه تأدي وتطلع احسن ما عندك، وبعد توفيق او غير توفيق دي حاجه بتاعت ربنا، بس انت اهم حاجه تأدي في الملعب والناس هتشوف ده، مش لازم تبين للناس ان انت كويس. بس موسيماني لما جالكوا جيت اتفرج على مباراه، صح؟ شفت ازاي النهارده الدرجه الاولى والناس قريبه منكم وبتتابعكم، يعني انتوا قريبين منهم. بالعكس، ده دي حاجه كويسه لينا جدا. ان طبعا مستر موسيماني ينزل يتفرج علينا، يعني دي حافز لينا ان احنا نقدر نطلع فيرست تيم في اي وقت. دي مباراه اهلي وزمالك اللي انتوا كسبتوها 3، الهدف الاول اللي انت عملتها عرضيه وكانت مباراه من المباريات الحلوه. انت عملت صنعت الهدف الاولاني، صح؟ كان لحسام عادل. ارجعوا لنا الهدف الاولاني، عرضيه عمر سيد معوض. كلمني بقى على الهدف ده يا عمر. بنتمرن عليه كتير في التمرين ده. يعني هو الباك ليفت كان متقدم. حتى لو رجعت شويه هتلاقي الباك ليفت كان متقدم، كان ضاغط على على يوسف اسلاموس، انا قطعت من وراه. فانا رحت للمدافع، فخدت المدافع عليا وحسام جوه لوحده على الست، فهو كان سهل قوي بالنسبه له ان هو يحطها. بس دي بنتمرن عليها كتير قوي في التمرين. يعني دي دايما الكابتن سامر بيمرنكوا عليها. طب قول لي احسن هدف انت جبته السنه دي في الدوري. ماتش انبي. انهي هدف؟ الدبل كيك. طب ما تجيبوا لنا الهدف ده، الناس في الاعداد لو سمحتوا هاتوا لنا الهدف ده، احلى هدف لعمر سيد معوض كان احرزه في انبي في الدوري في بدايه المشوار. كابتن خالد بيبو دلوقتي بيتفرج علينا وبيسمعنا وبيشيد بالمبادره اللي احنا يعني اطلقناها، هي ان اللعيبه بعد كل مباراه تنزل الملعب يسلموا على بعض رغم الخساره رغم المكسب، ويقفوا في الملعب يسلموا على بعض ويسلموا على الحكم. وهيعمل السنه الجايه كمان، السنه الجايه هيعمل دروع لاحسن لاعب، احسن اخلاق، احسن مهاجم، ودي جوائز هتكون في قطاع الناشئين السنه الجايه ان شاء الله. بالمناسبه طبعا يا كابتن اسامه، عايز اشكر كابتن خالد. بصراحه بيأدي عمله بمستوى احترافي جدا، سبورت لكل المدربين. فاجئني انا شخصيا كابتن خالد، مستوى احترافي جدا جدا جدا. طول الموسم مساند بصوره كبيره جدا. بيدي كل مدرب حقه، بيدي كل مدرب فرصته انه يشتغل في هدوء. ملاعب طول الموسم بيحاول يخلي الملاعب والادوات وكل حاجه موجوده ومتوفره. اشكره طبعا، وان شاء الله السنه الجايه يبقى في تطور احسن واحسن مع الكابتن خالد. وانت بتلعب المسابقه، عينك اكتر ان انا اكسب المسابقه ولا اكتر ان انا اكسب ناشئ ولاعب للدرجه الاولى؟ زي ما شفنا في بطوله الرابطه ما شاء الله عندنا لعيبه من الشباب لعبوا، والنهارده كانوا موجودين برضو في مباراه الاهلي امام الدفاع الجوي وشاركوا وخدوا فرص، وشفنا احمد سيد عبد النبي، محمد اشرف، زياد طارق، يعني شفنا لعيبه كتير، محمد نصير، مش عايز انسى حد، احمد نبيل كوكا 2006 برضو. وانت بتلعب عينك على دي ولا دي، ولا عينك على الاثنين، البطوله واللاعب؟ لا، انا بصفه عامه يا كابتن اسامه بحب اشتغل جدا على تطوير اللاعب. لما تبقى طبعا في النادي، موجود في النادي الاهلي، طبعا تطوير اللاعب زائد الفوز بالبطولات ومحاوله ان انت ايجاد لاعب عنده شخصيه يقدر يمثل النادي الاهلي في الفريق الاول في اقرب فرصه. بشتغل على دي على طول. بنقدر ان احنا نحاول نمشي في اتجاهين مع بعض، ان انت تفوز بالبطولات وتقدر تطور اللاعبين. الحمد لله السنه دي عدينا بكذا طريقه لعب، عندنا قدرنا كمان من خلال طرق اللعب المختلفه اللي احنا لعبنا بيها ان بقى عندك هدافين كتير في الفرقه. يعني احنا عندنا حوالي مثلا 5
معدين ال 10 اهداف. يعني في حسام 22 هدف، عمر معوض 14 هدف، في ابراهيم 13، في عمار وليد 13. يعني عندنا مجموعه كبيره جدا في الجزء الهجومي، كل اللي بيأدوا في الجزء الهجومي جايبين اهداف كبيره، ودي طبعا تدل قد ايه احنا بتشتغل بشكل هجومي. اشتغلنا واحنا كمان بنشتغل يا كابتن اسامه على التخصص بصفه شيء مهم بصفه دايمه، سواء الفردي او الجماعي، مع خطوط او مع اللعيبه بصفه فرديه مع المهاجمين، عشان كده قدرنا الحمد لله ان هم اتطوروا بصوره كبيره جدا في الشغل اللي على المرمى. يعني كويس. عمر، عايز اسالك عن منتخب مصر، انت واحد من برضو من اللاعبين اللي موجودين في منتخب مصر، من اللعيبه الاساسيه السنه دي، خدتوا بطوله شمال افريقيا، ودي يعني اول بطوله يتحققها مصر في السن ده. البطوله وكابتن محمد وهاب برضو عايزين نتكلم عنها. لا طبعا، يعني كابتن محمد وهاب مدير فني كبير طبعا، يعني انا بشكره على مجهوده اللي هو عامله معانا لحد دلوقتي. وهي البطوله دي اصلا احنا رايحينها، منتخب مصر احنا رايحينها لازم ناخدها. يعني ده كان الكلام بتاعك والتصميم من الاول، هو احنا رايحين ناخد البطوله، ملهاش حل تاني. بس فالحمد لله يعني كسبنا الاربع ماتشات. لعبتوا المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا. المباراه اللي كانت اصعب في مشوار البطوله كانت ايه؟ المغرب. يعني المغرب يعني كانت احسن شويه من الفرق الباقيه، كانت منظمه اكتر من الفرق الباقيه، فكانت صعبه شويه. بس الحمد لله ربنا كرمنا كسبناهم اخر خمس دقايق. احرزت انت هدفين كمان. في هدف ماتش تونس، وهدف في ماتش المغرب. قول لي بقى بعد المباريات، بعد انا بشوف سيد معوض بيجي على طول يتفرج عليك في مدينه نصر ويتابعك ومعاك في كل المباريات. بعد المباريات طبعا غير الكابتن سامر وفي من نصائح مدير فني، لكن الاب بقى سيد معوض بيقعد يكلمك في البيت مثلا، انتوا قاعدين، الكره الفلانيه كنت المفروض تعملها كذا، الهجمه اللي انت ضيعتها، اللي انت اعترف قول لي عايزك تعترف. لا على طول بيكلمني في الحاجات دي. بس هو بيكلمني لما يعني لما اعملها مرتين مش مره واحده. يعني مثلا عملتها في الماتش وكررتها الماتش اللي بعديه، لا ساعتها بيكلمني. انما لو عملتها في ماتش واحد وصلحتها في الماتش اللي بعديه خلاص تمام. بس يعني لو كررتها مرتين يكلمك عشان ينصحك بيها. قول لي مين اكتر واحد بيعجبك من لعيبه الاهلي وانت بتتفرج على الدرجه الاولى؟ احمد عبد القادر. احمد عبد القادر، خلي بالك ده واحد من ناشئين الاهلي، بحب ستايل لعبه جدا. تحب لعبه، تحب تقلده في الملعب؟ مش بحب، بس انا بحب اتفرج يعني على الستايل ده بتاع الهافات. هو كمان بيلعب مكاني الناحيه الثانيه، بس انا بتعلم منه كتير قوي. بتعلم منه ازاي بيعدي، بيبقى واقف فين كويس في ال يعني في الهجمات بتاعت الاهلي، هو بيبقى واقف فين، بيبقى فاتح الخط ولا بيبقى ضامن لجوه، امتى بيخترق كويس، امتى بيحطها ببطن رجله، امتى بيحطها بوش رجله كده. فانا بتعلم منه حاجات كتير قوي. ان شاء الله قريب كده نشوفك في الدرجه الاولى وتكون بتلعب مع احمد عبد القادر وكل نجوم الدرجه الاولى، وانت واحد من الاخلاقيا ما شاء الله عليك، وفنيا كمان، ونتمنى لك كل التوفيق يا عمر. يعني شرفتنا ونورتنا حبيبي. دي اول فقره بالنسبه لنا، يعني بنشكر عمر سيد معوض، بنتمنى له كل التوفيق. نروح لفاصل، وبعد الفاصل بقى نستقبل احمد محمد عبدين، واحد من نجوم ايضا فريق 2006 ومن المدافعين الواعدين الصاعدين، هنشوفهم خلال الفتره الجايه ان شاء الله، كمان برضو موجود مع منتخب مصر، ونشوفه كمان مع الدرجه الاولى. مستمر معانا مع الكابتن سامر عبد الرحمن، انتظرونا ولكن بعد الفاصل.